المرض اللي فيه العصبي من النوع الأول، أنف واحد، يصاب حوالي 1 من كل 3000 شخص بهذا النوع. الأعراض الأكثر شيوعاً هي بقع القهوة باللبن، تظهر هذا البقع عادة منذ الولادة أو خلال السنوات الأولى من العمر. الأورام الليفية العصبية، تظهر هذا الأورام عادة في سن 10. مشاكل في العظام، يمكن أن تسبب تشوهات العظام أو الأورام العظمية. مشاكل في الرؤية، يمكن أن تسبب فقدان البصر أو الورم الدبقي البصري. مشاكل في السمع، يمكن أن تسبب فقدان السمع أو الورم الشفاني الدهليزي. مشاكل في الأعصاب، يمكن أن تسبب الألم أو التنميل أو الوخز. لا يوجد علاج للمرض اللي فيه العصبي من النوع الأول، ولكن يمكن استخدام العلاجات لمساعدة المصابين على إدارة الأعراض. المرض اللي فيه العصبي من النوع الثاني، أنف أسنان، يصاب حوالي 1 من كل 25 شخص بهذا النوع. الأعراض الأكثر شيوعاً هي أورام على الأعصاب السمعية، يمكن أن تسبب فقدان السمع. مشاكل في التوازن والحركة، يمكن أن تسبب مشاكل في التوازن والمشي. مشاكل في الأعصاب، يمكن أن تسبب الألم أو التنميل أو الوخز. لا يوجد علاج للمرض اللي فيه العصبي من النوع الثاني، ولكن يمكن استخدام العلاجات لمساعدة المصابين على إدارة الأعراض. التأثيرات الاجتماعية والنفسية للمرض اللي فيه العصبي، يمكن أن يكون للمرض اللي فيه العصبي تأثيرات اجتماعية ونفسية كبيرة على المصابين. يمكن أن تؤدي الأعراض الجسدية إلى صعوبة في الحركة أو الرؤية أو السمع، مما قد يؤدي إلى العزلة الاجتماعية. يمكن أن تكون العلامات الجسدية للمرض اللي فيه العصبي مثل بقع القهوة باللبن والأورام الليفية العصبية مصدرا للمضايقة أو السخرية. يمكن أن تؤدي الأعراض النفسية للمرض اللي فيه العصبي مثل القلق والاكتئاب إلى صعوبة في التركيز على العمل أو المدرسة أو العلاقات. يمكن أن تؤدي المخاوف بشأن المستقبل مثل خطر الإصابة بالسرطان أو مشاكل في الصحة العقلية إلى شعور المصابين بالقلق والتوتر. الدعم النفسي للمصابين بالمرض اللي فيه العصبي، هناك العديد من الموارد المتاحة للأشخاص المصابين بالمرض اللي فيه العصبي والعائلات والأسر. يمكن أن يساعد الدعم النفسي المصابين على التعامل مع التأثيرات الاجتماعية والنفسية للمرض. تشمل الموارد المتاحة ما يلي: مجموعات الدعم، يمكن أن توفر مجموعات الدعم للمصابين فرصة للتواصل مع الآخرين الذين يفهمون ما يمرون به. المستشارين والمعالجين، يمكن أن يساعد المستشارون والمعالجون المصابين على التعامل مع المشاعر والمشاكل التي يواجهونها. المنظمات الخيرية، توفر المنظمات الخيرية المعلومات والدعم للمصابين بالمرض اللي فيه العصبي. البحث عن علاج للمرض اللي فيه العصبي، هناك العديد من الأبحاث الجارية بهدف إيجاد علاج للمرض اللي فيه العصبي. تركز هذا الأبحاث على تطوير علاجات جديدة للأعراض الجسدية والنفسية للمرض. يتطلب إدارة مرض الليفي العصبي التعاون بين العديد من التخصصات الطبية، بما في ذلك أطباء العناية العامة وأخصائيي الأعصاب وأطباء الوراثة الطبية وأطباء الجراحة التجميلية وأطباء العيون وأطباء الأذن والأنف والحنجرة وغيرهم. إليك بعض النصائح العامة لإدارة مرض الليفي العصبي. 1. المتابعة الطبية المنتظمة. من المهم أن تتلقى فحوصات طبية منتظمة لتقييم التقدم والمراقبة الدورية للأورام والمضاعفات المحتملة للمرض. 2. الرعاية العامة للبشرة. قد تحتاج إلى اتباع نظام جيد للعناية بالبشرة للتعامل مع الأورام الجلدية والتشوهات الجلدية المرتبطة بالمرض. يمكن أن تشمل العناية بالبشرة تنظيفها وترطيبها بانتظام واستخدام واقيات الشمس لحمايتها من أشعة الشمس الضارة. 3. العلاج الجراحي. في بعض الحالات قد يتعين إجراء جراحة لإزالة الأورام الكبيرة أو التشوهات الوظيفية. يتطلب العلاج الجراحي فريقاً طبياً متخصصاً وخبراء في مرض الليفي العصبي. 4. العلاج الدوائي. قد يستخدم الأدوية للتحكم في أعراض مرض الليفي العصبي مثل الألم والتشنجات العضلية والأعراض العصبية الأخرى. يعتمد نوع الدواء المستخدم على الأعراض والمضاعفات الفردية لكل مريض. 5. الدعم النفسي والاجتماعي. يمكن أن يكون مرض الليفي العصبي محملاً بالتحديات النفسية والاجتماعية،
يمكن أن يكون الحصول على الدعم النفسي والانضمام إلى مجموعات الدعم المحلية مفيداً للتعامل مع الجوانب العاطفية والاجتماعية للمرض. مرض الليفي العصبي هو حالة معقدة ومتنوعة، لذا يجب استشارة فريق طبي متخصص للحصول على المشورة الطبية المناسبة لحالتك الفردية وتلبية احتياجاتك الصحية بشكل أفضل. بالإضافة إلى النصائح السابقة، هناك بعض النقاط الأخرى التي يمكن أن تساعد في إدارة مرض الليفي العصبي. 6. الرعاية العينية. إذا كنت تعاني من أعراض عينية مرتبطة بمرض الليفي العصبي مثل الأورام على العصب البصري، فقد تحتاج إلى استشارة طبيب العيون بانتظام لتقييم ورصد حالتك وللحصول على العناية اللازمة. 7. التوجيه الوراثي. إذا كان لديك تاريخ عائلي لمرض الليفي العصبي أو تم تشخيصه لديك، فقد تحتاج إلى الاستشارة الوراثية لتقييم خطر نقل المرض للأجيال القادمة وللحصول على المشورة بشأن التخطيط العائلي. 8. النشاط البدني والعلاج الطبيعي. يمكن أن يكون النشاط البدني المنتظم والعلاج الطبيعي مفيدين للحفاظ على اللياقة البدنية وتحسين القوة العضلية والتوازن. 9. الدعم التعليمي. في حالة وجود مرض الليفي العصبي لدى الأطفال، قد تحتاج إلى العمل مع المدارس والمعلمين لتوفير الدعم التعليمي المناسب وتلبية احتياجات التعليم الخاصة للطفل. 10. الأبحاث السريرية. يمكن أن تكون الأبحاث السريرية والتجارب السريرية متاحة للمرضى الذين يعانون من مرض الليفي العصبي. يمكن أن تكون هذه الأبحاث فرصة للوصول إلى علاجات جديدة وتقنيات مبتكرة قد تساعد في تحسين الرعاية وإدارة المرض. هام أن تذكر أنه يجب استشارة الفريق الطبي المعالج الخاص بك